مرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة عبر منصات سودانية 24. لقي 12 شخصا مصرعهم وفقد عدد كبير من السكان جراء السيول التي غمرت منطقة طوكر شرقي السودان. وقال رئيس الهيئة الشعبية للعمل الإنساني بشرق السودان صالح حسب الله، قال إن مدينة طوكر أصبحت معزولة تماما، حيث صار المواطنون يعتمدون على المراكب الخشبية في الدخول أو الخروج منها، مشيرا إلى أن نحو 120 ألف مواطن أصبحوا مشردين بلا مأوى في العراء مع انهيار منازلهم بصورة كلية أو جزئية وفقدان ممتلكاتهم ونفوق أعداد كبيرة من مواشيهم، بالإضافة لجرف المزارع وتلف المحاصيل. إلى ذلك كشفت غرفة طوارئ الخريف الاتحادية في تقرير، كشفت أن جملة الوفيات جراء السيول التي ضربت البلاد بلغ 132 حالة، وذلك حتى 25 من أغسطس. وقالت إن تراكمي الولايات المتأثرة 10 ولايات في 50 محلية موزعة على 434 منطقة، فيما ارتفع عدد الأسر المتضررة إلى 31,666 أسرة والأفراد إلى 129,650 فردا، والمنازل المنهارة كليا 12,420 منزلا وجزئيا نحو 11,472 منزلا. قالت مصادر عسكرية رفيعة إن قيادة الجيش السوداني أحالت كل من اللواء عثمان سراج قائد الفرقة 17 سينجا وقائد الدفاع الجوي سنار ومدير استخبارات الفرقة 17 للتحقيق، وذلك على خلفية سيطرة ميليشيا الدعم السريع على المدينة في 29 من يونيو الماضي. وكشفت المصادر بحسب صحيفة السوداني، كشفت عن نقل المذكورين إلى مدينة جبيت للتحقيق بواسطة لجنة عسكرية كونها رئيس هيئة الأركان الفريق أول محمد عثمان الحسين. وأوضحت أن قيادة الجيش قامت بإعفاء اللواء ربيع عبد الله من قيادة عمليات ولاية سنار، وكلفت اللواء عبد المنعم عبد الباسط بقيادة العمليات العسكرية بسنار مع تعيين ربيع قائدا للفرقة الرابعة بالدمازين. أكد رئيس الوفد الحكومي السوداني للمشاورات مع الجانب الأمريكي وزير المعادن محمد بشير أبو نمو، أكد انفتاح الحكومة على أي مبادرة للسلام سواء كانت الحالية بواسطة الرياض وواشنطن أو أي مبادرة أخرى، مع ضرورة ربط أي تفاوض في أي زمان ومكان بمقررات اتفاق جدة. وقال بحسب الجزيرة نيت إن ما جرى في جنيف لم يكن مفاوضات بالمعنى المتعارف عليه، بل هو تنسيق للهروب وخلق تشويش حتى يتناسى الناس من برج جدة والتزاماته الموقعة، مشيرا إلى أن المبعوث الأمريكي قال صراحة في اجتماعنا غير رسمي مع مسؤولين سودانيين، قال إن اتفاق جدة قد تجاوزه الواقع العسكري الجديد على الأرض، بمعنى أن قوات الدعم السريع حصلت على أراضي جديدة، متهما بيرلو بالسعي إلى تحقيق أهداف من تغيير المنبر لا علاقة لها بسلام السودان أو تسريع تحقيقه، من بينها الانفراد بالقرار في المراحل التفاوضية المقبلة بتقليص الدور السعودي وتهميشه. رفض عضو الهيئة القيادية لتنسيقية تقدم على أدي النجد بيان التنسيقية الذي تبرأت فيه من تصريحاته التي قال فيها إن الدعم السريع دفع 200 مليون جنيه للمزارعين في الجزيرة، ووصف بيان تقدم بالظالم والمجافي للحقيقة وأنه قد تم فيه إيقاع ظلم كبير عليه، مطالبا بمراجعته والاعتذار له. وقال نجد إن تصريحاته لم تكن رأيا شخصيا أو آراء، وإنما هي وقائع وأحداث حدثت ويشهد بها الكثيرون وتشهد بها فيديوهات بذلت في مواقع مختلفة، حتى أن هناك فيديوهات كثيرة توضح احتفاء بعض سكان الجزيرة بذلك مع استقرار الأمن في بعض مناطقهم وفي البعض الآخر ينعدم ذلك. كشفت شبكة أطباء السودان عن قيام قوة مسلحة من الدعم السريع بنهب أجهزة ومعدات مستشفى ابن سينا الذي كانت تستخدمه ثكنة عسكرية وترحيلها إلى جهة غير معلومة. وأدانت الشبكة بشدة في بيان عمليات نهب المرافق الطبية التي كانت تقدم خدمات طبية للمواطنين، حيث يمثل مستشفى ابن سينا مركزا مرجعيا وبحثيا في مجالات أمراض وجراحة الجهاز الهضمي. وأكدت أن هذا التصرف يعد انتهاكا خطيرا للقوانين الدولية والإنسانية، وتعتبر أن سلامة المستشفيات والمرافق الطبية يجب أن تكون محمية وليست موقعا للصراع.
قتل 17 مدنيا على الأقل وأصيب العشرات إثر قصف مدفعي جديد نفذته قوات دعم السريع المتمردة على سوق مخيم أبو شكل النازحين بمدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور. وقال شهود عيان بحسب دارفور 24 إن الميليشيا استهدفت السوق بأربع قذائف، وأشاروا إلى أن القصف أوقع قتلى وعشرات الجرحى بينهم أطفال ونساء جرى إسعافهم إلى مراكز صحية بحي أبو شوك الحلة والمستشفى السعودي، وآخرين تم نقلهم إلى السلاح الطبي التابع للجيش. وقال التاجر آدم إسماعيل إن القذائف استهدفت كل من ميدان بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي السابق اليوناميت. تبادل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره التشادي عبد الرحمن غلام الله تبادل وجهات النظر حول تطورات الأزمة الراهنة في السودان. وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية إن اللقاء أخذ في الاعتبار الانعكاسات المباشرة على كل من مصر وتشاد بالنظر إلى الحدود المشتركة، لا سيما وأنهما أكثر الدول تأثرا بالأزمة وتبعاتها الإنسانية على ضوء استضافتهما لمئات الآلاف من اللاجئين السودانيين، فضلا عن ارتباط الحفاظ على أمنهما القومي بأمن واستقرار السودان، مشيرا إلى أن الاتفاق على ضرورة تركيز الجهود على فتح المعابر وتوفير ممرات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية لكافة المناطق السودانية وضمان الوصول الآمن للعاملين في المجال الإنساني إلى المناطق المتضررة، مع تشجيع الدول المانحة والمنظمات الدولية المعنية للوفاء بتعهداتها في مجال الدعم الإنساني. نهاية نشرة الأخبار قدمناها لكم عبر منصات السودانية 24. تقبلوا تحيات فريق العمل في أمان الله.